تمام 10 مساء بتوقيت أسمرة مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء، يصحبكم فيها نور الدين خليفة، وأبدأها لكم بأبرز ما جاء فيها. جهود منسقة للحد من قطع الأشجار الجائر. جمعية شرطة المرور الوطنية تعقد مؤتمرها الثالث العام. تنظيم أنشطة نفيرية لصيانة الطرق في نقفة. الطيران العراقي يقصف اجتماعا لقادة داعش في سوريا. الهند تدخل ساحة الحرب التجارية ضد الولايات المتحدة. ومفتي نور محسود زعيما لطالبان خلفا للملا فضل الله. كانت تلك عناوين النشرة، إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. قدمت دعوة لمواصلة الجهود المنسقة للحد من قطع الأشجار الجائر في ضاحية عد أري بمديرية حقات، وجاء ذلك بعد تدمير 300 شجرة أصيلة في الضاحية بجانب دير صعد أنباء بداية من شهر مايو المصرم وحتى يونيو الجاري. وأوضح مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في مديرية حقات السيد تخلف السايل لوكالة إرنا، مع أن الضاحية كانت معروفة بالثروة الغابية، إلا أنها في الوقت الحالي بدأت تنقرض من فترة لأخرى. وذكر في الوقت ذاته بأن عدم فرض غرامات رادعة للمخالفين أدى إلى استمراريتهم في تدمير الثروة الغابية، مناشدا مدراء الضواحي والجهات المعنية إلى تقوية متابعتهم ومراقبتهم. وناشد عضو مراقبة الثروة الغابية والحياة البرية السيد يوبت هيلة من جانبه السكان المساهمة بفعالية لزيادة وعيهم للحفاظ على الثروة الغابية وغرس شتول جديدة. من جهة أخرى، أجرى أعضاء الثروة الغابية والحياة البرية في المديرية لقاءات مع سكان عد أري، عد حماد وقروات وفليحيتو حول الحفاظ على الأشجار والحياة البرية. بدورهم دعا سكان تلك المناطق إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين. عقدت جمعية شرطة سلامة الطرق الإريترية مؤتمرها العام الثالث في 23 من يونيو الجاري في قاعة الغرفة التجارية الوطنية تحت شعار سلامة المرور مسؤولية كل مواطن. وألقى السيد فاني التقاي نيابة عن مسؤول هيئة المواصلات البرية كلمة افتتاح الذي حضره كبار مسؤولي الحكومة بما فيهم الوزراء والشركاء وأعضاء الجمعية، أوضح فيها أهمية تأكيد خدمات مواصلات برية فعالة ونشطة. وذكر في الوقت ذاته بأن هيئة المواصلات البرية عقدت في سبتمبر عام 2005 أول مؤتمرها الوطني بالتركيز على سلامة المرور، موضحا بأن رسالة الجمعية ترتكز على بذل جهود لزيادة ورفع وعي ومعارف المجتمع للحد من حوادث المرور. وكان ضمن برنامج جمعية شرطة سلامة الطرق الإريترية في مؤتمرها الثالث هذا العام إجراء انتخابات لاختيار لجنة جديدة، إلا أن البرنامج لن ينفذ نتيجة لتصويت الحاضرين بالمؤتمر بأغلبية لاستمرارية اللجنة السابقة في عملها. وفي الختام، قدمت مقترحات وتوصيات باعتبار أن السلامة المرورية تلزم كافة المواطنين، مما ينبغي على المواطنين احترام قوانين المرور بالإضافة إلى متابعة أصحاب السيارات صحة سياراتهم والابتعاد عن الإهمال. نظم سكان ضواحي بيان ماريت وبغلا وندلالا ولابا بمديرية نقفة أنشطة نفيرية لصيانة طريق ترابي يؤدي إلى مناطقهم بطول 135 كيلومترا. واشتمل العمل الذي مضى عليه 5 أشهر صيانة طريق ابتداء من ضاحية بيان مرورا بمدينة نقفة ومن ثم بماريت وبغلا واندلال ووصولا إلى ضاحية لابا. وذكر كل من مديري مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس ومسؤول الخدمات الاجتماعية السيد تسفا إيوب بأن سكان المديرية نظموا عددا من الأنشطة النفيرية تمثلت في بناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية. وأشار المشاركون إلى أن الأنشطة النفيرية الجارية تقلل من صعوبات خدمات المواصلات التي كانت تواجههم، موضحين إلى أنه تم صيانة طريق ترابي آخر يربط بين مديريتي نقفة وأدبحة بطول 72 كيلومترا بالتعاون بين سكان المديريتين. في غضون ذلك، نظم الشباب في ضاحية إمبيتو بمديرية غالا نفحي في الإقليم الأوسط نفيرا لبناء مسرح يستضيف ما بين 1500 إلى 2000 شخص.
كما تم صيانة طريق ترابي بطول حوالي 5 كيلومترات بالآليات الثقيلة، وعلم عن مشاركة حوالي 600 شاب في العمل الذي بدأ في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى، نظمت في مديرية 4 أسمرة بالإقليم الأوسط أنشطة نفرية اشتملت على بناء 5 كيلومترات من المدرجات وإعداد 2400 حفرة لغرس الشتول وغرس 460 شتلة. ونظم النفير في مناطق بيت قرقيش واسكاريكو وكنيسة كيران المهرت وحديقة الشهداء. تبرع الإريتريون المقيمون في هولندا ونيويورك بمناسبة 20 يونيو ذكرى الشهداء بمبلغ 14,844 يورو و15,500 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وفق المعلومات الواردة من سفارة إريتريا بهولندا، تبرع الإريتريون المقيمون في روتردام وضواحيها ب 8,439 يورو، والمقيمون في أمستردام ب 3,325 يورو، فيما تبرع المقيمون في أمسفورت ب 1,345 يورو، والمقيمون في كامبن ب 1,000 يورو، والمقيمون في أوترخت ب 735 يورو. كما أفادت المعلومات بأن 3 أسر إريترية تقيم في مدينة روتردام سددت مستحقات لفترة 2 تعهدت بدفعها لكفالة 3 أسر الشهداء. في غضون ذلك، تبرع الإريتريون المقيمون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 15,500 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. أعزائي المشاهدين، كانت تلك الأخبار الداخلية، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم مجددا. قال الجيش العراقي انه نفذ ضربة جوية استهدفت تجمعا لقيادات تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مما اسفر عن مقتل 45 عضوا بالتنظيم. وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة بأن طائرات F-16 العراقية نفذت ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماعا لقيادات داعش في 3 أوكار للعصابات الإرهابية، وهي عبارة عن منازل يربطها خندق مع بعضها البعض في منطقة هجين داخل الأراضي السورية. ونفذ الجيش العراقي عدة ضربات جوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا منذ العام الماضي بموافقة حكومة الرئيس بشار الأسد والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب المتشددين. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن النصر النهائي على الدولة الإسلامية في ديسمبر الماضي، لكن التنظيم ما زال يعمل من جيوب على امتداد الحدود مع سوريا، واستمر في نصب الكمائن وتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات في العراق. ردا على حملة فرض التعريفات الجمركية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على صادرات الهند من المعدن والألمنيوم إليها، قررت الحكومة الهندية زيادة تعريفات الجمركية على عدد من الواردات الأمريكية إليها. وأرسلت الهند كتابا إلى منظمة التجارة العالمية تخطرها فيها بقرارها فرض تعريفات إضافية على 30 سلعة واردة من الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية عليها بنسبة تصل إلى 50%. وفي البداية سعت الهند إلى التشاور في الأمر مع الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إن الرسوم التي فرضتها ليست من بين الضمانات، وتعد هذه الخطوة مهمة حيث تأتي بعد يوم من عودة سوريش برابهو وزير التجارة الهندي من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تبرر فرضها للمزيد من التعريفات الباهظة بأنها من أجل الأمن القومي. وتعد الولايات المتحدة أكبر وجهة تصدير بالنسبة للهند وثاني أكبر مصدر للواردات بعد الصين، حيث ازداد حجم التجارة بين البلدين بمقدار 13 مليار دولار تقريبا، متجاوزا 125 مليار دولار خلال عامي 2017-2018. قال المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية إن الحركة اختارت مفتي نوروالي محسود زعيما جديدا لها، وذلك بعد أسبوع من مقتل الزعيم السابق الملا فضل الله في ضربة جوية أمريكية أفغانية. وقتل فضل الله في 15 يونيو في غارة بإقليم كونر الواقع شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان. ومن المرجح أن يؤدي مقتله إلى خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة وباكستان التي تحملها واشنطن مسؤولية إيواء مسلحين ينفذون هجمات في أفغانستان، حيث أن باكستان تنفي مساعدة المسلحين. وكان فضل الله
عين محسود نائبا لزعيم الحركة في فبراير بعد مقتل الرجل الثاني السابق في الحركة خالد محسود في إقليم بكتيكا بأفغانستان. فاز كلب من نوع بولدوغ عمره 9 سنوات بلقب أقبح كلب في العالم لعام 2018 في منطقة خليج سان فرانسيسكو. وحصل الكلب زاز اللقب في معرض سونوما مارين بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وسيحصل صاحب الكلب ويدعى ميغان برنارد من مدينة أنوكا بولاية مينيسوتا على جائزة قدرها 1500 دولار أمريكي. وتتباهى الكلاب في هذه المسابقة بقبحها بداية من سقوط الشعر وحتى الألسنة المتدلية. وتسير الكلاب برفقة أصحابها على سجادة حمراء وتقوم لجنة تحكيم بمنح الجائزة. أعزائي المشاهدين بهذا أكون قد وصلت بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء من الفضائيات الإرثية. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير. إلى اللقاء.